عام جديد وتستمر الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم. وقفت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفت أمام كلماته، وقفت أمام أحاديثه، فقلت يا رسول الله نحن ندخل على عام جديد، نحن داخلين على سنة جديدة، ماذا نفعل كي نتغير؟ ماذا نفعل كي نتطور؟ ماذا نفعل كي نحسن من أحوالنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم أن تستشيروا، عليكم أن تشاركوا الناس في عقولهم، لكن حذاري أن تستشيروا الجاهلين، لكن حذاري أن تستشيروا غير المتخصصين، فإن الذي لا يعلم يقتلك بجوابه ويقتل نفسه بجوابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردتم أن تتغيروا فعليكم أن تغيروا بيئتكم، عليكم أن تغيروا مكانكم، أن تنتقلوا إلى البيئة التي تريدون أن تكونوا من أهلها. تريد أن تكون من العلماء؟ صاحب العلماء. تريد أن تكون من المهندسين؟ صاحب المهندسين. تريد أن تكون من الأطباء؟ صاحب الأطباء. تريد أن تكون من الأغنياء؟ صاحب الأغنياء. تريد أن تكون من الأتقياء؟ صاحب الأتقياء. تريد أن تكون من من؟ صاحب الفريق الذي تريد أن تنتمي إليه. إذا فعلتم هذا فإن التغيير سيكون سهلا جدا جدا جدا. هل حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ وكيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. هل حقا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: استشيروا المتخصصين وابتعدوا عن الجاهلين؟ نعم، يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 97 شخصا، ثم بحث عن رجل ليسأله فرأى راهبا وقال له: لقد قتلت 97 شخصا، ألي من توبة؟ فقال الراهب: ليس لك من توبة، فقتله. ثم ذهب إلى راهب آخر فقال له: قتلت 98 شخصا، فهل لي من توبة؟ قال: لا، فقتله. ثم ذهب إلى الثالث فقال له: قتلت 99 شخصا، منهم راهبان، فهل لي من توبة؟ فقال له: لقد عملت شرا، ولئن قلت إن الله ليس بغفور رحيم لقد كذبت، فتب إلى الله. إذن الراهب الأول عندما أجاب بجهل وقال ليس لك توبة، أولا أضر بالرجل فجعله يرتكب معصية أخرى، ثانيا أضر بنفسه عندما جلب لنفسه القتل لأنه أجاب بجواب خاطئ. قد نكون من العباد، قد نكون من الصالحين، قد نكون من الأذكياء، قد نكون من أصحاب التجارب، لكن حذاري أن نتكلم فيما لا نعرف، لأن هذا لن يضر الذي أمامنا فقط، بل قد يجلب علينا قطع رقبتنا. هل حقا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون مع الذين نريد أن نكون منهم؟ أن نكون مع الناجحين إذا أردنا النجاح، وأن نكون مع المزارعين إذا أردنا أن نكون من المزارعين، ومع المهندسين إذا أردنا أن نكون من المهندسين، ومع الأذكياء إن أردنا أن نكون من الأذكياء، ومع الأغنياء إن أردنا أن نكون مع الأغنياء؟ متى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ في نفس القصة، قصة الرجل الذي قتل 99 شخصا، عندما جاء إلى الراهب الأخير وقال له الراهب: تستطيع أن تتوب؟ قال له: اذهب إلى مكان فلان فإن فيهم أناسا يتعبدون. أرشده لأن يغير بيئته. إذا أردنا أن نغير أنفسنا فعلينا أن نغير بيئتنا، علينا أن نجدد أصدقائنا، أن نحدد من نجالس ومن لا نجالس، من يكون منا قريب ومن يكون منا بعيد. ولا ننسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: المرء مع من أحب. لنكن مع الفئة التي نحب أن نكون منها في الدنيا، لنكون مع هذه الفئة أيضا في الآخرة. دمتم بخير، بارك الله في عامكم الذي مضى وفي عامكم القادم وفي كل حياتكم. أتمنى لكم سنة جديدة تملؤون كل ثوانيها بأعمال الخير والبر والإحسان، وتكونون سعداء فيها وفيما بعدها. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.